السلام عليكم. كي دوزتو مدى زمن رمضان وكالكم مع الحجر الصحي، كل شي غادي يدوز. الصبر والصبر ما بقى قد ما فات. خليكم رجال بمعنى الرجولة، وماشي خليكم رجال باش نتغلبوا على الوباء والبلاء. الله يبعدوا علينا ونجيكم ونجينا ونجي كل البشرية، اللهم امين. مرة اخرى ترمضينا وما سدير تيقوني، وحق الله الى قلبي كيوجعني ملي كنسمع هاد الحوادث وهاد الخبرات اللي كتوقع وسببها ترمضينا. هي الإشارة حوادث معزولة ما يمكن نحملو فيها المسؤولية حتى لشي حد، حيت البوليس أو الجدرمية ما غاديش يدخلوا في عقول الناس يعرفوا علاش ناويين وشنو فيها. أرى الخلل فينا حنا، ماشي أنا وانت اللي كنقصد اللي كيرتكبوا هاد الجرائم الدامية. بنادم منزوع من الرحمة والفريخة العقل طاير، على الأقل حاجة كيشعل وما كيفيق حتى كيفوت الفوت. يعني المشكل فينا وفي التركيبة النفسية والاجتماعية ديالنا اللي خصنا نعيدو فيها النظر. قصت اليوم سيادي جبتها من مدينة مكناس، العاصمة الإسماعيلية، المدينة الزينة كما مواليها، مدينة التاريخ وجمال الطبيعة والإنسان. ها الهديمة، الزيتون، ها الزهوة، ها حمرية، ها أكدال، ها القصبة. وإلا بغيتي تزيد تخدر عينيك سرح في طريق الحاجب وفاس والرباط. مكناس أحبابي، ويا ما عندي فيها من حباب تبلات بالدم هاد الأيام، ويا لطيف وصافي. فهاد رمضان الكريم جوج رواح، ما دازت غير أيام قليلة على جريمة الدول القديم في سيدي بابا، حتى سمعنا عشية الثلاثاء اللي داز جريمة أخرى أبشع، وهاد المرة في حي ويسلان. الجيران ديال الدول القديم في سيدي بابا تقاتلوا، وفي ويسلان جوج صفوها بعضياتهم، يعني صفوا الحسابات الخاوية. والسبب ترمضينا اللي جعلت كسكاس الريوس يغلي بلا ما يفور. للأسف كنحشم نبقى كل مرة نهضر على هذا الشيء. العقول غير محجرة في الريوس والناس ما كتحكمهاش أبدا. يا سيدي ويا حبابي، قصة حديث ويسلان ما فيها ما يتعاون. بناي وحوات يعني كيبيع الحوت تقاتلوا عشية الثلاثاء، بجوجهم مشاو لسبيطار محمد الخامس الإقليمي، واحد المستودع الأموات الله يرحمه، والثاني مازال كيتلقى العلاج وموضوع تحت المراقبة الأمنية وهو الجاني. اللي مات هو البناي وفي عمره 33 عام، وعنده جوج دراري صغار تحجروا مساكن وبقوا بلا أب يحن عليهم ويصرف. أما الجاني وهو الحوات يعني مول الحوت اللي صغر عليه بخمس سنين ومازال عزري، وهو اللي موضوع تحت المراقبة في السبيطار حتى هو تصاب بجروح. حرب داروز درس بيناتهم في حي الرياض في عشية 11 رمضان. الضحية كان مسلح بسلسلة الحديد، والجاني عنده جنوية بحال داك الشي ديال الأفلام. بجوجهم خالفين حالة الطوارئ الصحية، والخلاف بدا بسيط وتحول شجار، وتم السبان والعين الوالدين قبل ما تبدا الحرب بيناتهم. ضحية تصاب ضربة بموس في كرش، والجاني هو اللي حتى هو تجرح. الأول مات في الطريق للسبيطار، والثاني تهز للسبيطار باش يداوى. إوا فين جبتوها وفمن جبتوها؟ شتو سخونية الدماغ؟ هانتم ضيعتو ريوسكم وبكيتو عائلتكم الدمع والدموع، ماشي حشومة عليكم؟ الله يلطف بينا وصافي. البوليس ديال ويسلان جاو لمسرح الجريمة وداروا خدمتهم، وجثت دار عليها التشريح الطبي في المستشفى، والجاني مازال كيتعالج. وملي غادي يبرا غادي يبداو يتسمعوا ليه باش يتفك لغز هاد الجريمه الثانيه من نوعها في مدينه مكناس بعد حديث الدول القديم في سيدي بابا. وهكذا تسالت حكايه اليوم، وحكايتنا نتمناها تمشي مع الواد هاد المره، والواد يدي ديك الاسباب اللي ورا هاد الانتشار ديال جرائم الدم. لكن حنا وانتم نبقاو مع الجواد ولا يخطيهم علينا، والله يهدي بحال هاد الناس يحكموا عقولهم يهنيونا ويهنيكم هاد الخبرات اللي كتوجع. قولوا آمين.